صح رحيم، سنة مهجورة وثوابها لا يقدر بحسنات، مليارات 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 الحسنات. الصلاة على جميع الأنبياء المرسلين سنة مهجورة. روى عبد الرازق في المصنف وصححه الإمام الألباني: صلوا على أنبياء الله ورسله، فإن الله تعالى بعثهم كما بعثني. طيب، روى الإمام الألباني في مشكاة المصباح أو مصابيح بسند صحيح من حديث أبي إمام الباهلي، قال أبو ذر: قال يا رسول الله، كم وفاء عدد الأنبياء؟ قال: 124,000 نبيا، والرسل منهم 315. جم الغفيرة. الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن ربنا سبحانه وتعالى بعث 124,000 نبي، منهم 313 نبي مرسل. طيب، لو انت قلت اللهم صل وسلم وبارك على جميع انبيائك ورسلك 10 مرات بعد كل صلاة، تعال نشوف بقى الثواب العظيم اللي انت هتاخده. ربنا هيصلي عليك بكل واحدة منهم 1,200,000 صلاة. طب ايه الدليل على كده؟ هو لما احنا بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، ربنا بيصلي علينا بيها 10، وفي حديث 70، وفي حديث 100، في حديث 100 صلاة. لكن خلينا في الصواب الأقل. لما أنت تقول اللهم صل وسلم وبارك على جميع أنبيائك ورسلك، ربنا هيصلي عليك بكل نبي 10 صلوات. طب إيه الدليل على كده؟ الحديث اللي صححه ابن حجر الهيثمي وحسنه الإمام الألباني: من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فأنت لما بتقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات تاخد 1.5 مليار حسنة، او بمعنى اصح 15 مليار حسنه، لان الحسنه ب 10، لان انت اصبت بدعائك كل المؤمنين على وجه الارض. كذلك لو انت صليت على جميع الانبياء والمرسلين هتاخد بيهم كلهم ثواب صلاه وحسنات عليهم. طيب، نضرب بقى 124,000 في 10، يبقى ربنا هيصلي عليك 1,240,000 صلاه. طب لو انت كررتها 10 مرات يبقى 12 مليون صلاة في 5 صلوات، 60 مليون صلاة فيما لا يتعدى الدقيقة بعد كل صلاة. اللهم صل وسلم وبارك على جميع أنبيائك ورسلك، اللهم صل وسلم وبارك على جميع أنبيائك ورسلك، وتكررها 10 مرات، والباب مفتوح. إن شاء الله تقولها 50، تقولها 100، فمن زاد في حسابه. ده مشكلة وبس. ده أنت هتاخد ما لا يحصى من الحسنات. روى أبو داوود في صحيحه: من صلى علي صلاة كتب الله له بها قيراطا، والقيراط مثل أحد، وزن جبل أحد 45 مليار طن. 45 مليار طن. بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة تاخد جبل حسنات وزنه 45 مليار طن في ميزانك يوم القيامة. طيب، هو كلهم أنبياء ورسل، فيرجى نفس الثواب بالنسبة للأنبياء. يبقى هاخد كم جبل حسنات لو صليت على 124,000 نبي؟ طيب، اضرب الكلام ده في 10، لو نحاول 10 مرات في 5 صلوات، ومن زاد يبقى ايه الثواب العظيم ده؟ واللي بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاه واحده بيرفع عليه 10 درجات في الجنه. الحديث حسنه بعض العلماء. طب انت صليت على 124,000 نبي، هيترفع لك كام درجه في الجنه؟ اضرب الكلام ده في عدد الصلوات، في عدد تكرارك للجمله ديت، وبعدين في 5 صلوات. رابعا، انت احيت سنه مهجوره ما بيعملهاش 99% من الناس. ومن احيا سنه اماتها الناس احيا الله قلبه وما تموت القلوب. شوف بس الثواب العظيم. وما لا طبعا في مناقب ثانيه، بس انا مش عايز اطول عليكم. ف يا ريت يكون لك ورد ثابت من الصلاه على جميع الانبياء والمرسلين، وتستحضر جميع المناقب العظيمه التي قلتها الان في الاكثار من الصلاه على جميع الانبياء والرسل. ما تنساش ان النبي صلى الله عليه وسلم واحد منهم. يعني انت لما تقول اللهم صل وسلم وبارك على جميع انبيائك ورسلك، انت صليت على النبي هو كمان. قلت 10 مرات كانك صليت على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات. يبقى ده غير وردك، يبقى انت لك ورد للنبي صلى الله عليه وسلم لوحده، وبعد كده ورد لجميع الانبياء والرسل داخل فيهم الرسول برضه صلى الله عليه وسلم، يبقى هتاخد ثواب برضه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، لان هو واحد منهم. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي.